اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار الشرق الاوسطية. افيا برو يعنون مقاله: تركيا تؤكد خبر اسقاط السخوي 30 اسقام في البحر الاسود، نقلا عن كلاش روبورت التركي. واهم ما يرغب فيه الاتراك الان هو ان حالة الاسقاط هذه اتت بفعل نيران صديقة من سفينة روسية. الروس لا يعترفون بأن الأمر ناتج عن نيران صديقة انطلاقا من إحدى السفن الروسية، أي أن الأمر يتعلق بمحاولة اتهام مباشر لتركيا. وتركيا قبل مع وقوع الحدث كانت تسريب بخصوص أن ما حدث كان من سفينة غير معروفة، فالروس لم يرغبوا في ذكر ما هي السفينة التي قامت بهذا الخطأ كي لا يكون هناك نوع من الصدام أكثر. وفي نفس الوقت يركب الروس على عدم ذكر الأتراك لما هي السفينة التركية للقول أن العملية كان وراءها ما وراءها. وخوفا من ظروف أقسى، فإن الوضع اليوم متوتر للغاية، حيث أن الطائرة أسقطت فعلا. هل هي بنيران صديقة أم لا؟ هنا يدافع الأتراك للقول أن الروس هم وحدهم القادرون اليوم على مثل هذا الفعل لسبب واحد، لأن كثرتهم في الأجواء، ولأن أصلا صدر قرار مباشر بقطع كل هذه الرحلات البحرية ولو للسفن التجارية إلى 4 دول وأهمها أوكرانيا. أوكرانيا اليوم توقف بشكل كامل، وهذا ما يريده الروس تماما. اليوم الرحلات البحرية ما بين تركيا وما بين أوكرانيا توقفت نتيجة الظروف العسكرية الشديدة الانزلاق. وهنا يطرح سؤال: هل لا يرغب الروس سوى في هذه اللحظة من قطع العلاقات البحرية الأوكرانية التركية كي لا يكون دعم إنساني ودعم عسكري غير مباشر؟ الروس يرغبون في ترك الأمور معلقة بهذا الشكل مع توجيه صواريخ نحو أنقرة. إذن أساسا هناك حالة تأهب نووي، سبقنا أن قلنا أن الأمر كله سينتهي إلى مثل هذه الوضعية، وفعلا اليوم دخل مع اليوم الرابع وانتهاء 75 ساعة التي ذكرناها في فيديو دقيق للغاية. عندما ذكرنا 75 ساعة، بعد 75 ساعة أعلنت حالة التأهب النووي. إذن العملية كلها الآن مدروسة بشكل كامل لدفع تركيا إلى قطع العلاقات أو على الأقل وقف عمليات الإبحار للسفن التجارية نحو أوكرانيا. هذا ما يريده الروس تماما، محاولة حصار أوكرانيا من البحر الأسود، وهذا مرغوب فيه لأن مواصلة هذه الطرق التجارية يريد منها الأتراك والأوكرانيين نوع من التطبيع وتخفيف الأزمة ونقل المساعدات. لكن في نفس الوقت التخوف بالنسبة للروس من نقل مساعدات عسكرية، وبالتالي فإن ما يجري الآن من محاولة اتهام تركيا أو على الأقل الإشارة إلى إمكانية إلى مثل هذه الإمكانية، هذا الذي يريده تماما الروس، خلق نوع من الهامش الضبابي في هذه العملية من أجل دفع تركيا إلى وقف كما قلنا الرحلات التجارية المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية. التطور الثاني والمهم أن جميع الموانئ الآن هي تحت السيطرة الروسية، ولا تسمح روسيا بأي تعاملات تجارية باسم أوكرانيا. هذا هو واقع الحال بالنسبة لهذه الموانئ، ولذلك فإن مثل هذا التوقيف ضروري، لأن الأمر بالنسبة لتركيا فقد صمتت كثيرا إلى حين أن أعلن التأهب النووي، أي بعد مرور 75 ساعة. إذن كل هذا يجري تماما، ونحن نؤكد على أن هناك اعتبارات أساسية بالنسبة لتواجد الأتراك
العسكري في البحر الأسود، هذا مهم جدا. فليس فقط الروس يرغبون ليس فقط في وقف العمليات التجارية بين أوكرانيا وتركيا، إنما أيضا تخفيف الأثر العسكري لتركيا في البحر الأسود في هذه المرحلة على وجه التحديد. فكما أن هناك بروتوكولات داعمة من خلال مونترو 1936 من البند الثامن إلى البند الثاني والعشرين وعبر البروتوكول الوحيد الموجود مع الاتفاقية، فإن تركيا في ظروف الحرب لديها إمكانية لعدم ذلك حفاظا على السلام الدولي وغير ذلك من المصطلحات، فإن أمر مرور سفن عسكرية غير ممكنة في ظروف الحرب، خصوصا إن كان أحد الأطراف هي مثلا روسية، فالأمر واضح للغاية. إذ الكل يرى أن ما يمكن أن نعتبره تطورات ميدانية مباشرة وواضحة للعيان في مقابل الأوكرانيين والزخم الثاني أو الحملة الثانية التي أنجزها الروس، فإن كل هذا يجري والعمليات العسكرية متواصلة بشكل مكثف للغاية. والمهم من كل ذلك أن هناك العمليات من الجيل الثاني والعمليات الجراحية الشديدة تتم الآن عبر أو تحت طائلة الطوارئ النووية، وهذا كان معدل له. هنا نطرح السؤال، لماذا قصف الميج 29 خصوصا في مطار دولي؟ ثانيا بالنسبة لقصف مصنع البيرقدار. ثالثا القصف المباشر الذي لقاعدة أنطونوف، تصنيع أنطونوف 124. كل هذه الأهداف ضربت وبشكل مكثف للغاية مباشرة بعد إعلان حالة التأهب القصوى النووية بالنسبة لروسيا، لأنها تضرب الآن، روسيا تضرب الآن الأهداف الدولية فوق الأراضي الأوكرانية تحت واقع التأهب النووي في حال دفاع أي بلد عن مصنعه. فمثلا مصنع البيرقدار اشترته هذه القطعة اشترتها تركيا. أيضا بالنسبة لكامل التجهيزات في أنطونوف أوستمل، فعندما سنجد 30 كيلومتر على أوكرانيا سنجد أن هذا التصنيع أيضا كل التكنولوجيا الذي فيه بالنسبة لأنطونوف 124 كلها، خصوصا بالنسبة للتكنولوجيا العالية كلها فرنسية. إذا القصف الذي جرى هناك جرى ضد فرنسا. أيضا بالنسبة للميج 29 فحالة التدمير المباشرة، لأن هناك تعاون ما بين جورجيا وما بين غيرها بخصوص مثل هذه الطائرات، خصوصا بالنسبة لشرق أوروبا هناك تطويرات للميج 29 بمشاركة مثل هذه الدول. كل هذا يدمر الآن تحت طائلة الطوارئ النووية. لذلك فبالنسبة لهذه الاختيارات هي اختيارات مدروسة جدا، وهذا معلوم، لأن تحت حالة التأهب النووي ضد الدول التي لديها مصالح فوق أراضي أوكرانيا تدمر الآن، ومن أراد فهناك الرد النووي. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالنسبة لمثل هذه المهام التي أسقطت من أجلها السخوي 30 SM، سنرى أن هناك سفن وهناك حالة من الطوارئ في داخل الطوارئ وداخل العملية العسكرية. انظروا إلى ماذا يجري هناك. هناك ترتيبات للعملية العسكرية الخاصة المسمات هكذا، يعني غزو أوكرانيا، وقد نبهت كل وسائل الإعلام إلى القول حرب غير واردة في الصحافة الروسية الآن، ولا غزو ولا دخول ولا أي شيء، العملية العسكرية الخاصة هو الاصطلاح الوحيد الذي يسمح به الآن للصحافي الروسي في التعليق على ما يجري الآن في أوكرانيا. إذن هناك العملية العسكرية الخاصة، وهناك حالة الطوارئ المصاحبة لحالة التأهب النووي. وهنا نلاحظ أن الأمر يتعلق بتداخل بين خطتين، ولذلك فتحريك السخوي 30 SM
لا تدخل أساسا في العملية العسكرية إلا ناتجة عن الاعتراض، اعتراض أي سخوي 25 والسخوي الأخرى 27. اليوم سقطت سخوي 25 بفعل الاعتراض الذي أتى من السخوي 30 التي دمرت في البحر الأسود ببساطة شديدة. ولذلك فالعملية كانت مركبة جوا، كانت مركبة بين السخوي 25 وما بين السخوي 30، ومشاركة طائرتي سخوي منطلقتين من منطقتين مختلفتين جعل الوضع أكثر تعقيدا مما دفع أن النيران تتجه إلى السخوي 30 SM. هذا بالنسبة للوضع العملياتي الواضح، لكن هناك دائما تفسير سياسي لما يجري. نحن نحاول أن ننقل قدر المستطاع وبحيادية أكبر ما يجري، لأن المهم هو نقل المعطيات الدقيقة من أجل تحليل أدق. أما أن يكون الهواء وأيضا المعطيات وتفسر بطريقة ما أيا كان الحال، فهذا الذي يعطي عمل استراتيجي في المستقبل القريب، خصوصا وأن المهم هو دراسة هذه الحالة من أجل معرفة ماذا سيكون عليه الشرق الأوسط مستقبلا، لأن أي دراسة عميقة لهذه الحالة ستعطي ماذا ننتظر من روسيا وماذا تنتظر روسيا من الشرق الأوسط وما سياساتها المستقبلية انطلاقا من السياسات الحالية الجاري بها العمل الآن على أي. إذن بالنسبة لهذه الحالة، لأن الحالة بالنسبة للفني فنيا عسكريا فالأمر واضح، انطلاق سخوي 30 مختلفتي المصدر باتجاه اعتراض السخوي 25 فسقطت السخوي 25، ضروري أن تكون هذه السخوي تعمل دائما على أساس أن لا يمكن أن تعود بطريقة أوتوماتيكية، فعملت هذه المناورة وهي في حالة دائرية. في هذه الحالة تحديدا كان القصف البحر الأسود يعني عادي جدا من البحرية، ظنا من هذه البحرية أن السخوي 30 أيضا يمكن أن يتحصل عليها، لأننا أمام السخوي 27 والسخوي 30 ليس هناك فارق كبير جدا، خصوصا بالنسبة للداتا الموجودة عند الروس رغم تطويراتهم للسخوي 30 وغيرها، هذا معروف عند الخارج، ولكن في داخل روسيا فلا يزال هناك السخوي 27 بتطويراتها يعني، والتي منها السخوي 30. لذلك فإن الداتا عند البحر الأسود داتا معروف أنها توقفت في 2013، معنى ذلك أن السخوي أصلا الأس أم 30 الأس أم تؤخذ على أنها 27، ومدام 27 لا وجود لها أساسا في روسيا الآن تعطى اصطلاحات أخرى، فإن السخوي 30 عندما تظهر تظن الداتا على أنها 27 كما حولت، يعني أن الأزمة هنا أزمة، لأن الأوكرانيين والروس لديهم طائرات موحدة وهذا هو السبب علي. إذا بالنسبة لمحاولة اتهام تركيا لهذا السبب لوقف الرحلات المتجهة من تركيا وإلى أوكرانيا عن طريق البحر للدعم العسكري والدعم التجاري، وهذا الذي أراده الروس الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.